يمرر في مكان سليم، وضعية جيدة، يحاول يعدي، يلعبها لنفسه، يا سلام، ويحولها ويلعبها في الجول. الله، روعة روعة المقهوي، حسين المقهوي يضع كرة في المرمى ويتعادل فريق الفت، يتعادل على الرغم من خسران لاعب، من لعبة جماعية مثالية، لقطة مثالية فتحاوية. يا سلام يا سلام يا أبناء النخيل، يا سلام يا أبناء النخيل، حقيقة لعبة حلوة وروعة.